مشاهدينا الكرام، للوقوف على تطورات الأوضاع في الضفة الغربية بعد اقتحام الاحتلال لمخيم جنين أمس والإضراب العام اليوم، ينضم إلينا عبر سكايب من الضفة الغربية المحتلة الأستاذ محمد القيق. حياكم الله أستاذ محمد. حياكم الله. بداية، يعني هناك إضراب عام في الضفة الغربية استجابت له جميع القطاعات المدنية، ما الرسالة التي أرادت إيصالها هذه الجهات المضربة ولمن؟ هي رسالة الحاضنة الشعبية التي كان الاحتلال دوما يسعى لإزالتها من خارطة الثورة الفلسطينية والإبقاء على شكل التسلح فقط، أنه هو يواجه مجموعات مسلحة فلسطينية. هذا الإضراب يأتي ضمن الحاضنة الشعبية الواسعة. هذه الحاضنة تتمثل في احتضان المقاومين في جنين ونابلس، نزول الناس إلى الشوارع ليلا ونهارا لتأييد المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. النقطة الأهم من ذلك وجزء من هذا الشكل في تفعيل الحاضنة الشعبية هو تضافر وتوحد خطوة الإضراب العام في المرافق، في المؤسسات، في المحال، في كل شيء، وكأنها رسالة للمجتمع الدولي بأن الشعب الفلسطيني خلف المقاومة، وليست هذه المقاومة عبارة عن مجموعات شباب مسلحة فقط، وإنما هي تحمل حاضنة شعبية وشعب ينشد حقه. وكانت الرسالة قوية، وفي كل يوم يسعى الاحتلال بالبطش والعربدة في داخل المدن، للتضييق على المواطنين ضمن العقوبات الجماعية. يرد هذه السياسة إلى نحر الاحتلال من خلال قوة جديدة للحاضنة الشعبية. أستاذ محمد، استجابة الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة لهذه الدعوة، يعني هل تثبت نظرية أن الشعب الفلسطيني منفصل عن الطبقة السياسية التي تمثله، باعتبار أنه يتوحد دائما في كل المواقف على عكس المواقف السياسية الفلسطينية الرسمية؟ في الساحة الفلسطينية لا يوجد لدى أي مواطن فلسطيني ما يعتبر أن السلطة تمثله، لأن السلطة الآن غير منتخبة. حتى محمود عباس لديه 16 سنة في الحكم دون انتخابات. لا يوجد مجلس تشريعي، لا يوجد أي مؤسسة منتخبة. انظر إلى الآن في الميدان، المعلم لديه إضراب منذ شهر ونصف، وهو في إضراب عن الدوام. هذا الإضراب العام في لدى المعلمين، لدى المحامين، نقابة المحامين مضربة، حراك المعلمين مضرب، الأطباء في إضراب، المهندسين في إضراب. حالة الشلل العام في الضفة الغربية جراء السياسات الاقتصادية التي تقودها السلطة أفشلت هذا المشهد المجتمعي. أيضا حالة المحاربة للمقاومة من قبل السلطة أيضا أضعفت مشهد السلطة. وبالتالي الشارع الفلسطيني الآن يذهب إلى مقاومة ووحدة وطنية لا ترجع ولا تعود إلى حالة المشهد السياسي الذي يرى العالم والمجتمع الدولي الاعتراف بالسلطة. الشعب الفلسطيني ليس منتخبا لها. طيب، يعني حقيقة السلطة الفلسطينية تمثل لكم مشكلة، لأنها يعني تأيد الانتفاضات المقاومة، لكن هنا النقطة أن الاحتلال مستمر في سياساته الاستيطانية ولم يقدم ما يدل على تركها، ومع هذا نرى أن هناك استمرار بالتنسيق الأمني بين السلطة وبين الاحتلال. يعني إلى متى تستمر السلطة بالوقوف بوجه المقاومة أو بوجه الشعب الفلسطيني كحجر عثرة؟ مشهد اليوم في نابلس حينما قمعت جنازة الشهيد الذي انتقم لدماء الشهداء في فلسطين، مشهد مروع حينما قامت أجهزة السلطة بهذا القمع. هذا مشهد حتى شباب فتح نفسهم رفضوا هذه الفكرة وقالوا نحن شعب فلسطيني نقاوم الاحتلال، لماذا الأجندة الأمريكية تفرض علينا من خلال المال السياسي الذي يفرق فقط على الدائرة الأمنية في فلسطين؟ للمعلومة، اتفاقية أوسلو سيئة الذكر لم تجلب للفلسطينيين سوى مشهد فقط أمني، وهو أن يخدم الاحتلال أمنيا. يعني السلطة تسمى شركة أمنية لخدمة الاحتلال، لا يوجد أي أفق سياسي، لا يوجد حتى وقف للاستيطان. وما يأتي فقط في كل حالة غضبة الشعب، إما أن تؤخذ قيادة السلطة إلى العقبة كي توقع على ما يتم تنفيذه، أو تذهب بها إلى شرم الشيخ في مصر. أما أن يكون هناك قمة لجامعة الدول العربية تأخذ صوت الشعب الفلسطيني وتنشد حقه وتطبق قرارات المجتمع الدولي، فهذا من الأحلام التي يحلمها حتى الطفل الفلسطيني للأسف. طيب، عندما نأتي على ذكر المقاومة، هل نحن نتحدث هنا بشكل خاص على المقاومة المسلحة أم نتكلم عن مقاومة مدنية سلمية؟
المشهد في 2023 تغير كليا عن مشهد 2000 انتفاضة الأقصى نعم وعن مشهد انتفاضة القدس 2015. في انتفاضة الأقصى كان هناك مشهد فصائلي مسلح، انتفاضة القدس كان هناك مشهد عمليات الفردية. 2023 جمعت بين الثلاث عناصر، وهذا إيجابية من إيجابيات معركة سيف القدس في العام الماضي مع الاحتلال. نعم 2023 الآن نتحدث عن الحاضنة الشعبية قوية جدا، عمليات فردية وعمليات فصائلية وتشكيلات فصائلية عسكرية، هذه كلها الثلاث عناصر اندمجت. لذلك تقارير الشباك الإسرائيلي أي جهاز المخابرات نعم الإسرائيلي تفيد بأن الأمور في تدهور، وأن شهر رمضان القادم شهر الأسخن في الصراع العربي الإسرائيلي، والأخطر من ذلك أنه يتزامن مع الأعياد اليهودية التي يصر فيها المستوطنون على اقتحام باحات الاقصى، وهي تتزامن مع العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك. لذلك التقارير الامنيه تشير الى ان الحاضنه الشعبيه الفلسطينيه قويه، الشعب يريد المقاومه، نعم المقاومه تقوى، وهناك تسلح وهناك عمل فردي وعمل جماعي وحاضنه في وجه المخطط الاسرائيلي. هل المقاومة الفلسطينية تسير وفق مبدأ رد الفعل، أم أنها يعني ربما من وجهة نظرك تحضر، ربما يعني لا نستطيع أن نقول ما هي ماذا يحدث بالخفايا يعني، لكن ربما سياسي يعني ربما من منظور الشعب الفلسطيني، هل تعتقدون بأن هناك تحركات من أجل البدء بعمليات معينة يعني؟ نعم، أشكرك على هذا السؤال، لأن هذه نقطة مهمة تأخذنا إلى مربع حالة الردع. الإسرائيلي كان يوميا ينفذ عمليات القتل دون أن يكون هناك رد فعل مباشر عليه في الضفة الغربية والقدس. اليوم حالة الردع الفلسطيني انتقلت من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. في قطاع غزة أي عملية للاحتلال ستواجه بقصف الصواريخ أو الأنفاق، أما في الضفة الغربية فكان لا يوجد أي رد فعل. الآن الردع الفلسطيني للاحتلال انتقل إلى الضفة الغربية، انظر إن حينما يقومون بمجزرة الرد والردع فورا في اليوم التالي في قلب القدس وهي مركز الأمن الإسرائيلي. لذلك المقاومة لم تكن فقط في إطار رد الفعل، هي في إطار التشكل والتمدد، خاصة في جنين ونابلس وما جرى في عقبة جبر في أريحة، وما يجري كما قلت أنت وما يجري تحت الطاولة ولا نعرفه. لذلك المخابرات الإسرائيلية تدرك جيدا أن الشعب الفلسطيني ذهب إلى مربع جديد في المواجهة، نظرا للخذلان الذي تلقاه من الدول العربية، من منظمة المؤتمر الإسلامي، وحتى من الأحرار في العالم، كلهم يصمتون وليس لديهم إلا الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار ومطالبة الضحية بضبط النفس حتى اللحظة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد القيقة، كنت معنا عبر سكايب من الضفة الغربية المحتلة.